وجبة قبل أكبر من 10 أيام جهزنا المواطنين حسب توجيهات الدائرة وزارة التجارة المفردات البطاقة التموينية السكر الرز المعجون الطحين كل نوعية جيدة وصالحة للاستخدام وأي شكوى ما عندنا من أي ناحية أي شيء. إقبال المواطن كثير لأن هي الوزارة مطلقة السلة الغذائية فصار توجه من المواطنين علينا بكثافة فشيء أخذوه وشكروا الوزارة على هذا الشيء طبعا والباقي المواطن المطمئن أخذ المواد كلها بسلاسة وأي شيء موقف إن شاء الله. اليوم تحديدا في مدينة الموصل كانت البطاقة جيدة بالمعجون وإحنا ما كنا متوقعين أن وزارة التجارة بعد 2003 توزع هيك بطاقة تموينية. الحمد لله كانت المواد معجون أنتوسا نوعية جيدة ومن بالإضافة إلى الحمص والفاصوليا بس ظلت لنا شغلة واحدة التمن والأستاذ لسه بلغ قال طبة 2000 طن من الجمركات اكو مشكله والحمد لله الامور طيبه ان شاء الله.